أكثر إلى محافظة التميز والتألق بصراحة، وهذه المحافظة التي دائما وأبدا نتمنى لها دوام لأهلها، دوام الصحة والعافية. لكن حتى في ظل أزمة الكورونا هي لا تتوانى عن استمرارية التقدم والنقلات النوعية والاهتمام بكافة الفئات المجتمعية. سنتحدث مباشرة حول متنزه وحديقة أطفال لذوي الهمم في سلفيت. يحدثنا عن هذا الموضوع رئيس بلدية سلفيت السيد عبد الكريم الزبيدي. أهلا وسهلا بك سيد عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك يا أختي. أهلا وسهلا، يعني حدثنا أكثر عن الفكرة من افتتاح متنزه وحديقة أطفال لذوي الهمم في محافظة سلفيت. صباح الخير أختي. طبعا جاءت هاي الفكرة بعد أن أطلقنا فكرة أو مبادرة لأن تكون مدينة سلفيت مدينة موائمة لأطفال ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم. فكانت أولى المشاريع هي أن نوائم المنتزه البلدي، فخصصنا يعني جناح أو قسم كامل لهذه الشريحة بتخصيص ألعاب والأرضيات وكامل تفاصيل هذه الحديقة للأطفال ذوي الإعاقة. من حقهم أن يدخلوا إلى المنتزه، من حقهم أن يلعبوا كباقي الأطفال وأن تكون الظروف يعني موائمة ومناسبة لهم. فكان تخصيص هذه الحديقة طبعا بدعم من صندوق الاستثمار الفلسطيني عزيزتي وتمويل من بلدية سلفيت. نعم، كل الاحترام بالتأكيد على هذه الجهود، ولكن يعني نحن هنا أيضا نتحدث عن ما توفره هذه الحديقة والمتنزه ربما من أدوات ومعدات ليتسنى لهؤلاء الأطفال من ذوي الهمم في محافظة سلفيت، وبالتأكيد الذين يعانون ربما من بعض يعني إنجاز التعبير من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتأكيد لربما يجب كما ذكرت سيد عبد الكريم أن يكون هنالك موائمة، فكيف حافظتم على توفير هذه الموائمة؟ وهل هنالك أيضا ربما رقابة على هذا الموضوع؟ لأنه بنعرف هدول الأطفال ممكن بدهم انتباه أكثر من بقية الأطفال الآخرين. يعني بالطبيعي يعني هؤلاء الأطفال يعني غالبا يتحركون مع ذويهم، يعني صعب إنه حدا منهم يتحرك بالعادي لوحده، يعني طبعا تكون الرقابة من أسرهم. نعم. وأما عزيزتي ممرات هذا القسم من المنتزه البلدي إضافة إلى طبيعة الألعاب الموجودة هي مناسبة لهم، فيها يعني وسائل الأمان والحماية لهؤلاء الأطفال، وأيضا تم توفير يعني أماكن مخصصة لذويهم المرافقين لهؤلاء الأطفال، يعني بحيث تكون مناسبة للطرفين للأهل وللأطفال ذوي الإعاقة. نعم. طب أستاذ عبد الكريم، هل الدخول إلى هذا المتنزه وهذه الحديقة سيعتبر بخدمة مجانية لكل هذه العائلات التي لديها أطفال من ذوي الهمم؟ نعم أكيد مجاني عزيزتي راح يكون. نعم، يعني كل الاحترام على هذه الخطوة الرائعة التي تعبر عن الاهتمام بكافة الفئات المجتمعية وأنهم جزء لا يتجزأ منها. هل هنالك من يعمل في هذا المتنزه والحديقة من ذوي الهمم في تقديم الخدمات، ربما في يعني بعض الخدمات الخاصة بالزوار والزائرين؟ يعني هل نظرتم لهذا الشق من الموضوع؟ عزيزتي يعني المتعارف عليه أو السائد في المؤسسات الحكومية أو يطلب منها أن توفر 3% من ذوي الهمم للعمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، يطلب منها 3% تقريبا 5%. نعم، 5 في بلدية سلفيت، يعني نسبة 10% من موظفيها في كافة المجالات من ذوي الهمم. كل الاحترام وكل التحية وكل التقدير لكم، وإن شاء الله يعني تصبح دائما وأبدا محافظة سلفيت في الطليعة، وأن تكون مقصد وقدوة لبقية المحافظات في كل ما نلمسه من تطور وأيضا من إحداث نقلة نوعية في هذه المحافظة والاهتمام بكافة الفئات المجتمعية. إجمالا نشكرك جزيل الشكر السيد عبد الكريم الزبيدي رئيس بلدية سلفيت على هذه المداخلة وهذا التوضيح، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق سيد عبد الكريم دائما وأبدا.
شكرا جزيلا. إذا نواصل وإياكم في هذه اللحظات مع حضراتكم، والصباحات موصولة والمشاركات على الرقم 1-900-88 أو على الرقم 268-49. ولا تنسوا المشاركة على السؤال التفاعلي، من